شبح حد وفي نفس الوقت الناس بتصدقه، وهي كانت ارغب بالنسبه لي يعني اصعب المشاهد اللي جوه البلاتو، ازاي اعرف اطلع دور المذيع بجد الناس تحس ان ده المذيع ما يحسوش ان ده واحد بيقلد دور مذيع في مسلسل، فاهم قصدي؟ الحمد لله طلع بشكل كويس، و يعني احمد كان راضي في التصوير وطارق بعد كده لما شاف اعتقد هيجربوا اعمل كتير وانا هشتغل محاميه مبتدا.com